فترة يعني خلال اليوم النهارده وامبارح الحقيقه اللي قلناه لحضراتكم كتشكيل متوقع. خلينا نبدا نقول برضو تشكيله كابتن اسامه وكابتن بلال. كابتن اسامه مره ثانيه تشكيل محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال رامي ربيعه وياسر ابراهيم اثنين قلوب دفاع، ثم محمد هاني ناحيه اليمين وعلي معلول ناحيه الشمال، ثم عمرو السلية وأليو ديانج اثنين في وسط الملعب، ومحمد مجدي قفشة من أمامهم، وعلى اليمين حسين الشحات وعلى الشمال جيرالدو، وفي الأمام جونيور أجاييه كرأس حربة في هذه المباراة. إذا ده التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي في هذه المباراة. كابتن اسامه برضو اعرف وجهه نظرك في التشكيل. تشكيل بنسبه 99% كان متوقع، بس باستثناء بالنسبه لي انا جيرالدو اللي هو قدام